التفت والضاح نحو مدينة لارسا ليتلقى دروس السحر على يد شيطون ساحر ملكها جحدون، وذلك بعد أن فاز والضاح في مسابقة لاختيار مساعد للساحر شيطون. أي الطرق أسلك؟ أيها الأرنب لحظة، سوف أتبعك، انتظرني. تمهل أيها الأرنب الصغير. أي هذا الطريق ربما يكون أقصى، انتظر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من في داخل الكهف؟ من هناك؟ ادخل عليك الأمان. أخبرني يا بني، كيف وصلت إلى هذا المكان المهجور؟ قل لي. كنت في طريقي إلى المدينة. مدينة جحدون ملكها ضال. لارسيا يحكمها الملك جحدون، ولا أدري إن كان ضالا أم لا. ولكن ما اسمك أيها الغلام؟ أجب. اسمي والضال. البلاد كلها تعرفني، أنا غلام الساحر شيطون. وما علاقتك بالسحر والسحرة وأنت في مثل هذه السن يا ولدي؟ لقد نظم لنا شيطون ساحر الملك المعروف مسابقة لاختيار مساعد له، وقد فزت في المسابقة، وسوف أصبح مساعدا لشيطون يعلمني دروسه في السحر. وهل أصبح للسحر في مدينتكم دروس؟ كم تغيرت تلك المدينة بعد أن هربت منها قبل 20 عاما، بعد أن أمر الملك بقتلي لإمامي. السحر في الحقيقة هو إظهار الباطل حقا، لما تركت المدينة؟ يا ولدي لقد كنت قاضيا في عهد الملك عبدون والد الملك جحدون، وكنا نحكم بين الناس بقانون الله عز وجل وبدستوره المبين. أفهمني ماذا قصدت بكلمة الله؟ الله الله يا ولدي وخالق الكون ومدبر أموره وخالق السماوات، وهو خالق النجوم، وهو أيضا خالق الأحياء والجمادات. ولكن أيها الشيخ الطيب، كثير من الناس اقتنعوا بما ادعاه الملك جحدون من ألوهية. لا إله إلا الله، هل قلت لي ماذا خلق الملك مما تراه؟ الوصول إلى الملك بالظلم لا يجعل الملك إلها، ولا فرق بين الملك وشعبه، فخالق الجميع الله. كلامه مؤثر، أستأذنك بالانصراف. يا من الله يا ولدي، ولكن إياك أن يعلم الملك شيئا عن لقائك بي. وداعا، أعدك بالعودة ثانية. يا من الله،
هذا الغلام ذكي طيب القلب ولم يتأثر بفساد الملك وساحره، سوف أعتني به وأرشده إلى الحق والصواب. الله، الله يا ولدي هو خالق الكون ومدبر أموره وخالق السماوات، وهو خالق النجوم وخالق الأحياء والجمادات. إذن فجحدون ليس سوى بشر مثلنا، ويخطئ من يعتقد عكس ذلك. أسمعه جيدا وأحبه، يطربني صوت الماء. ما بعد، هيا لنهرب بسرعة، الجنود قادمون. يا إلهي ابتعدوا، أخلوا الطريق للقائد صارغون. أرجوكم ساعدوني، انتظروا سرق اللصوص بقودي، انتظروا، ساعدوني. ما بك ايها العزيز، ايوه هيا نهض، ساساعدك. لقد سرق اللصوص بقودي، ما العمل يا ولدي؟ لم يساعدني الجنود ولم ينتبهوا حتى لصراخي، اريد ان اجلس هنا ارجوك. العيش هنا يا ولدي لم يعد يطاق، المرء ليس آمنا على نفسه وماله، والملك لا يلتفت إلى رعيته. لا بأس عليك أيها العجوز، فلا بد من أن يأتي يوم يكون فيه الملك كما تحب. إذا كان الملوك كلهم كالملك جحدون، نعم، فهم يستحقون الدعاء عليهم للدعاء لهم، وأنا مسؤول عما أقول. ولكن ما هذا؟ ماذا؟ دينار ذهبي؟ إنه يساوي كيسا من نقود التي سرقت قبل قليل. ولكن هل هذا حلم؟ بل حقيقة، كضرباتك التي تلقيتها ومالك المسروق. ربما كنت على خطأ، علي أن أدعو للملك إذن. المسكين لم يلاحظ أنني أخرجت الذهب من الكيس. يا لها من مدينة تعيسة، فقراء، عبيد، سلاسل وقيود، لصوص وجلادون. ظلم وظلام في أنفسنا، ظلم وظلام، والذل تنامى في دمنا والكل نيام. يا فجرا يشفي في غدنا كل الآلام، أشرق يا فجر، ففي دمنا ظلم وظلام. ماذا تريد؟ أنا هنا بأمر مستشار ملكنا الساحر شيطون. حسن، فلتتفضل. هاي، فلتفتح الباب.
أمر غريب. هل تظن أن هذا الغلام ساحر؟ نعم، وعندما يكبر أظنه سيخلف الساحر شيطون. تفضل من هنا، ساحر شيطون بانتظارك. شكرا لك. القمر مكتمل هذه الليلة، والنجوم المتلألئة تزين السماء الصافية. إنهم يداعبون جدران البيوت في المدينة ويبعثون نورا رقيقا ينير لأهل المدينة الطرقات. وأرى المدينة من هنا وكأنها في يدي وبين كفي. ماذا يلزمك لتجعل المدينة بين كفيك؟ الملك والسلطة، والطريق إليهما يمر من خلال الخوف، خوف الإنسان من المجهول، الخوف. سر المجهول يسحر الإنسان، والإنسان المسحور يكون ملك يديك، والسحر هو مهنتنا يا وضاح. السحر هو مهنتنا.
السحر هو مهنتنا مهنتنا. هل فهمت الآن؟ نعم فهمت، فهمت تماما يا سيدي. أحسن، تبدو ذكيا، لديك قابلية للتعلم وهذا شيء جيد، ولكن يبقى عليك أمر صعب تحقيقه. أتعرف ما هو؟ ماذا يريد هذا المخادع؟ إنه كسبك لثقتي. أجل يا وطاح، ينتابني شعور بأنه كاذب. ثقتك هيا أيها الغلام نجيب، اتبعني ولنبدأ العمل. أنتيدو هيا اتبعني في الحال. يستخدمها شيطون في أعماله السحرية وشعوذته، والتي يخدع بها الناس عادة. والأمر الأغرب من هذا كله، ما شاهده من حيوانات مفترسة ربطت بالسلاسل وتماثيل غريبة. فأدرك وضاح بذكائه أن شيطون يريد أن يدخل الرعب إلى قلبه حتى يسيطر عليه. وظل وضاح يركض ما يجري بجرأة وشجاعة. شيطون أمامه يجري تجاربه ويخلط السوائل ويصرخ ويتمتم، محاولا إخافة وضاح وخداع بصره بخفة حركاته وتنوع ألعابه. لم يظهر وضاح للساحر شيطون حقيقة شعوره وعدم اقتناعه بما يرى، وأراد أن يستمر معه حتى النهاية ويعرف كل حياله وأساليب خداعه ويقتل مفعوله.
هذا سائل العجيب، ويمكننا أن نخدع الناس ونقول لهم بأننا نحرك الأشياء بواسطته، وإذا تحقق لنا ذلك فسوف يرضون لنا. لو علم الناس بالحقيقة فلن يرضخ لك أي عاقل. إن استطعنا كسب ثقتهم وخداعهم فسوف يطيعوننا طاعة عمياء، وعلينا أن نعمل على أن لا يفكروا، فإذا ما فكروا تكون نهايتنا. سنجعل الناس يرضخون لنا وسنكون الممسكين لزمام الأمور. بعد أن تلقى وضاح دروس السحر من شيطون، عاد إلى بيته مارا بصديقه العابد الطيب طلحة. بك يا وضاح يا بني. وكيف عرفتني دون أن تراني؟ لأنه لا يعرف أحد المكان سواك. بعد أن غادرتك ذهبت إلى المدينة ولاحظت فسادا وظلما وفقرا لم يكن فيها من قبل. والملك الظالم هناك لا يحس بالناس ولا يدري إطلاقا ماذا يجري في مدينته. لقد بدأت تميز الحق من الباطل، وهذا يزيد من ثقتي فيك. أرجوك حدثني عن الله وعن الكتاب الذي كنت تقرأ فيه. لقد أنزل الله هذا الكتاب وكتبا غيره على الرسل لكي يقوموا بهداية الناس إلى الحق، ويبشروهم برحمة الله وجنته، ويحذروهم من عذابه والنار. ما معنى الرسل؟ الرسول رجل اختاره الله من البشر وأمره أن يعرف الناس بخالقهم ويأمرهم بطاعته ويحذرهم من مخالفة أمره وقوانينه. وضاح، ألم تسمع بالرسل من قبل؟ هل تعرف اسم واحد من الرسل؟ أنا لم أكن أعرف سوى مفيستو وتيوماتون. ومن هما؟ إنهما أكبر ساحرين في المغرب والمشرق. السحر يؤدي إلى الكفر يا ولدي، فكن حذرا. ليلة أمس قدم الساحر شيطون استعراضا رهيبا أمامي، ولكنني رغم كل ذلك لم أتأثر بالذي رأيته، لأنني أحسست أنه يحاول خداعي كما خدع الملك وأعوانه. شيطون هو الشيطان بعينه، إنه يخدعكم بألاعيبه السحرية حتى يقلب الباطل حقا. هذا صحيح، وأنا متيقظ لكل ألاعيبه، لكنه قوي يستطيع التأثير في الناس لتحقيق أهدافه. يا بني يا وضاح، هذه الدنيا زائلة وفانية، ومهما بلغت قوة شيطون وسلطانه فيها فهو سيمضي ويزول. أما طريق الحق، طريق الحق فهي التي توصلنا إلى سعادة أبدية لا تزول. كن مطمئنا، أنا لست غبيا، أنا أعرف شيطون ونواياه الشريرة، وأعرف أطماعه ورغباته، إنه يريد امتلاك كل البلاد. لقد خدع شيطون بمكره الملك لاستعباد الناس وإبعادهم عن عبادة الله. سأهزمه بألاعيبه. حماك الله يا بني. القلب العامر بالإيمان يبحث عن خالقه الرحمن، عن تلك الروعة والإتقان في الكون الواسع والإنسان.
قيل لكم اشتكى المعماري منكم لما لا تعملون؟ ألست مليككم هنا وأنتم عبيدي؟ نريد المال، لسنا عبيدا لأحد، لقد ولدنا أحرارا. ويحكم ماذا تفعلون؟ هيا اعتذروا لملكنا جحدون. كيف نعتذر له وهو يعدنا عبيدا له؟ لن نعتذر حتى يدفع لنا أجرنا. لسنا عبيدا له، لسنا عبيدا له، لسنا عبيدا له. ماذا؟ لقد أهنتم مليككم، لقد أهنتموني أيها العبيد، أيها الجنود. لن تخيفنا بجنودك. أيها الجنود اقتلوهم جميعا. هيا. مليكنا جحدون، إن قتلتهم فلن يعود هناك من تحكمهم، عاقبهم بطريقة أخرى، وهذه الطريقة يعرفها ساحرك شيطون، وهو لا يتوانى مطلقا عن تقديم خدماته لك. كيف ذلك؟ جاء شيطون يا مولاي الملك. شيطون أريده، جاء في الوقت المناسب. سوف تلقون عقابكم. وفي الحال شرابوا، لا تخالفوا أمر الملك جحدون، وإلا سوف تندمون. وهكذا زادت معرفة وضاح بالسحر، وصار يقرأ كتب الشعوذة والسحر الكثيرة، ويكتشف رموزه ويتقن فنه، لكن رغبته في معرفة الله كانت أقوى، وكان يذهب من حين لآخر إلى صديقه طلحة. أرجو منك أن تحدثني عن الله، أريد أن أعرف عنه المزيد. الله يا ولدي هو خالق الكون ومدبر أمره، له الحكم وله الأمر وحده، ونحن البشر نطيعه ولا نعبد سواه، ولا نرضى بغير قوانينه وشريعته، وهذا هو مفهوم عبارة لا إله إلا الله وحده. القمر ساطع كيف ينير، والكون الشاسع كيف يسير. القمر ساطع كيف ينير، والكون الشاسع كيف يسير. وسماء وجبال وبحور تنبيك بأن الله، تنبيك بأن الله، تنبيك بأن الله كبير. قلبي يا حائر سوف تعود لله الخالق والمعبود، قلبي يا حائر سوف تعود لله الخالق والمعبود. في رحلة إيمان
بإيمان. اسألوا شيطون فهو أدرى مني بالسحر. والضاح يراقب الأعوان والمنجمين المنافقين يبدون للملك النصح والمشورة. مولاي الملك، لقد أجريت تجاربي وحساباتي وتوصلت لنتائج خطيرة، وأنصحك يا مولاي بالتوقف عن أكل اللحوم في هذا الموسم، وإلا فسوف تصاب بصداع شديد في رأسك. أمر صعب، لكن ليس لي حيلة، سأمتنع عنه قليلا. مولاي، أجرينا لك الفحوصات فتبين أن ضعف جسمك يعالج بمزيج من كبد الجدي ومخ الطير مع اللحوم. إذن علي أن أكل المزيد من اللحوم. أما أنا فإني أنصحك أيها الملك بأن تتجنب اللحوم، وإلا فإنك سوف تتحول إلى هيكل عظمي. هيكل عظمي؟ أجل؟ ما الذي تقوله؟ أيها الملك، إنك تقع تحت تأثير سحر صنعه لك أحد ملوك الأعداء. ماذا؟ أهجر قصرك. أقدروا شيطون بسرعة. لا تعبد إلها غير الله الواحد، فإنك إن فعلت تخسر آخرتك. مولانا الملك جحدون، في الذكرى العشرين لتسلمك الحكم أخذت مكانتك المرموقة بين ملوك الأرض. نتمنى لك طول العمر وموفور الصحة، ونجدد لك العهد على أن نبقى شعبا وفيا لك. لا بد لهذا الكون إله، فاعبده ولا تعبد الله. لا بد لهذا الكون إله، فاعبده ولا تعبد الله. لم يخلق هذا الكون سواه، فكر وتدبر فهو الله. لم يخلق هذا الكون سواه، فكر وتدبر فهو الله. الله 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 الله. أي سحر وشعوذة، أي ساحر يقدر على خلق مثل هذه الوردة الحمراء الجميلة؟ لابد من خالق عظيم لها، ليس كذلك الملك العاجز أو الأصنام الخرساء. بارك الله فيك، إنك تتعلم المزيد كل يوم، وسيكون لك شأن عظيم بإذن الله. أحسنت وضح، ستكون ساحرا كبيرا، وسنحقق معا كل ما نصب إليه. أيهما أتبع، طلحة أم شيطون؟ أيهما أتبع، طلحة أم شيطون؟ إنني حائر. استخدم عقلك يا وضاح، استخدم عقلك يا وضاح. هذه مشكلة. ما الذي يجري هنا؟ أبعد هذه الدابة عن الطريق، نريد أن نعبر. لم نستطع إبعادها عن الطريق، فقد باءت كل محاولاتنا بالفشل. أبلغ ملكنا جحدون ليرسل ساحره شيطون. ماذا يجري هنا؟ الدابة غريبة ولا تنهى. ألست مساعد الساحر شيطون؟ مساعد شيطون؟ إذا يمكنك أن تساعدنا، يجب أن نفتح الطريق لنعبر، فالممر ضيق جدا. الأمر سهل على تلميذ الساحر شيطون. اليوم سأزداد يقينا بأن علم الشيخ أفضل من شعوذات الساحر. اليوم سأصلح بالحق وأبين للناس حقيقة أمر الساحر. يا
بسم الله والله أكبر. الله أعز وأجل وأكبر مما نخاف ونحذر. ماذا يفعل هذا الغلام؟ الله ربي لا أشرك به شيئا. أهو السحر؟ لا، إنها مشيئة الله خالق هذا الكون العظيم، وهو الذي خلق كل شيء، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وجميع الخلائق مقهورون بقدرته، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. إذن هناك إله خلق هذه الدنيا؟ نعم، الله القدير، وهو الذي يستحق غاية التذلل والخضوع والخشوع. وأما الملك فهو عبد لله لا يختلف عنكم بشيء. وهل من يتغير من حال إلى حال؟ من يخاف ويمرض ويتألم نخاف منه أكثر من الله العظيم؟ أنا لي ولد مريض، فهل لك أن تشفيه؟ الله هو الشافي، ولكن إن شئت دعوت الله لابنك أن يشفيه. إن ألسنة الناس في المدينة تتناقل الخبر، لقد شاع في كل البيوت والطرقات يا مولاي. تقصد خبر القصر الذي ننوي بناءه؟ أعرف الناس يترقبون بناءه بلهفة، سوف يكون قصرا يسر الناظرين. بل خبر مساعد الساحر شيطون الذي قتل الدابة. الدابة؟ أي دابة؟ إنها الدابة الضخمة التي توقفت في الطريق وأفزعت الناس. وماذا في الأمر؟ أليس ساحرا كما قلت لي سابقا؟ لكنه لم يستخدم السحر. وكيف استطاع إبعاد الدابة؟ هل جرب علاجا معينا لا نعرفه؟ لم يستخدم علاجا، بل استخدم شيئا أغرب، فقد طلب العون من الله. نعم، من الله. الله! قلت من؟ الله. وماذا بعد؟ هو يقول بأنه إله السماوات والأرض يا مولاي. كفى، فليأتي إلي السحر شيطون من فوره. بأمر مولاي الملك. الله، يذكر ثانية وهذه المرة على لسان مساعدك. وكيف ذلك؟ أيها الساحر، مساعدك وضاح استعان بالله في إبعاد الدابة عن الطريق، فابتعدت وقتلها بحجر في يده، وبين للناس أن سحرك لا يستطيع فعل شيء، وأخبرهم أنك تخدعهم بسحرك المزيف وأنك عاجز وضعيف، وقال لهم إن الله لا رب سواه. ذلك دون استخدام السحر. عمل رائع، لكن يجب أن نعرف كيف حدث. كارتون، دوريرون، ما رأيكما في كل هذا؟ أرى أن نقتله حتى لا يفتن الناس. إن قتلناه فسوف يظن الناس أنه على حق، وبرأيي علينا الانتظار والتفكير بطريقة أخرى. فلنتريث بعض الوقت ولنفكر مليا في الأمر. أمضيت 20 عاما من عمري حتى استطعت أن أثبت دائم دولتي وأنسي الناس أبي الملك عبدون الذي كان يعبد الله وينشر في الناس الدعوة إلى الله. لبست التاج ولن أسمح لأحد أن يذهب جهدي هكذا سدى. أبدا، مستحيل، أبدا. مولاي الملك، سأتحرى عما حدث، وسوف أعرف هل فعل مساعدي وضاح ذلك أم لا. اطمئن، أنت تدخل مرحلة جديدة يا بني، وسوف تتعرض للمتاعب الكثيرة. لماذا؟ لأنك تؤمن بالله، وهذا أمر لا يرضي. حاولت تعريف الناس بخالقهم، والآن فهمت أن هذا يشكل خطرا على عرشه. Hmm.
رباح لم يأتي إليه، هذا دليل على صحة الخبر. لماذا فعل ذلك؟ لماذا؟ لماذا؟ هذه الساعة المتأخرة. قضاه، أنت تعرف أن شيطون قد أعمى عيني بدل أن يشفيهما كما ادعى. وقد سمعت عن قصتك مع الدابة. لقد غضب الملك عليك كثيرا، فإياك أن تأتي إلى قصره. إياك ثم إياك، فأنت تعرف مدى حبي لك، لذلك أحذرك لا تأتي يا بني. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أرجو أن تقبل هذه الهدية المتواضعة مني. ولكن ما هي مناسبتها؟ إن استطعت أن تشفي عيني ستصبح لك. حاشا لله، فأنا لا أستطيع إشفاء أحد. والشافي هو الله، فإن آمنت به أدعه أن يشفيك بإذنه. فكيف يكون ذلك بني؟ الأمر هين، فالله خالق كل شيء وهو القادر على كل شيء، فإن آمنت بذلك أدعه أن يشفيك ونرى ما يكون. آمنت بك يا الله وبرسلك. اللهم إنه عبدك يشهد أن لا إله إلا أنت، ويشهد أن رسلك حق، فاشفه ورد إليه بصره. لك الحمد يا الله، أعدت إلي بصري، صرت أرى الحق واضحا. اللهم أعني لنصرة عبادك المظلومين. لقد تأخر دريرون عن الاجتماع. لقد أتيت. دريرون، من أعاد إليك بصرك؟ الله تعالى ربي وربك أيها الملك. الله ربي حتى أنت؟ ماذا؟ هل جهنت؟ ماذا تقول؟ معك وضاح. الحمد لله، لم أكن يوما أحسن مما أنا عليه الآن. التقيت؟ لقد التقيت به وأرشدني إلى طريق الصواب والحق. دريرون، ألا تدرك خطورة كلامك هذا الذي تقوله؟ لماذا جئت إلينا إذا تكلم؟ جئت أؤدي واجبي كمستشار للملك، وهذه نصيحتي لكم جميعا. دعوا الغلام وشأنه، إنه يريد تخليص أذهان الناس من الضلال والضياع وإرشادهم إلى طريق الحق. أنا الملك ويجب أن أطاع، فهمت؟ أنا الملك وأنا القادر على فعل كل شيء. ما دمت قادرا فلماذا لم تعد إلي بصري؟ أنت لا تستطيع فعل الشيء أبدا. خذوا دريرون وألقوه في السجن، وإياكم أن يهرب. لو أردت الهرب ما جئت بنفسي. هيا هيا. هيا نهايتي، هل اقترب زوال عرشي؟ ألست الملك يا شيطون؟ لا تخف أيها الملك، كن واثقا بأنك الملك الوحيد الذي ستخضع له البلاد. إنك تتمتع بذكاء خارق يؤهلك لأن تكون حاكما للدنيا بأسرها. اقلبوا المدينة وأحضروا وضاح للمثول.
أمامي هنا. كارثون، ليكن الاحتفال هذا الأسبوع كبيرا، سوف نقيم حفلا ضخما. سنسعده طالما يحقق لنا مآربنا. ترى هل يستطيع شفاء ولدي؟ أنا لا أقدر على شفاء أحد، الشافي هو الله وحده لا شريك له. آمنوا بالله، آمنوا بالله وتوجهوا بالدعاء إليه، فهو الذي سيشفيكم. كلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، ولا معبود إلا الله. أما جحدون فهو مخلوق مثلنا. يا نورا أشرق يا وضاح، عقلك إيمانك خير سلاح. قم لدي أسفل، هيا ابحثوا عنه. فتشوا هناك، متى غادر وضاح؟ متى؟ يا لم يأتينا هنا. لا لم أرى مساعد الساحر في حياتي. سيدي لقد فتشنا في كل مكان ولم نجد مساعد الساحر. كفار كبير قدمت فيه أصناف الأطعمة والأشربة، وأظهر فيه السحرة والمهرجون مهاراتهم وخداعهم، وساد السحب والضحك في قصر الملك جحدون، في حين كان وضاح يجمع الناس ويرشدهم إلى طريق الهداية والعودة إلى الله. الله خالق السماوات والأرض، له الحكم، هو الرحمن الرحيم. قد وعد الله عباده الصالحين ذكورا وإناثا بأن يجعل عيشهم سعيدا في الدنيا وفي الآخرة جزاء ما كانوا يعملون. إنهم يعرفون الحق ويكتمونه، تكبروا وأعجبوا بقوتهم، فإذا قيل لأحدهم اتق الله تكبر وكفر. ندعو الله العلي القدير ألا يجعلنا منهم وأن يكفينا شرورهم. Thank you.
الملك بشر مثلكم، لا فرق بينه وبين عباد الله. إنه مثلنا، يحس ويفكر، ينام ويأكل. أما الله فهو منزه عن ذلك كله. واعلموا أن الملك وساحره شيطون يعملان منذ 20 سنة ليضلوكم عن طريق الحق ويبعدوكم عن عبادة الله لتكونوا عبيدا لهما من دون الله، لذلك لن ينالا رحمة الله وفضله. بسم الله نبدأ كل شيء، فهو الذي يرحم عباده رحمة تستحق الحمد. آمنا به وباليوم الآخر، لا عبادة إلا له ولا استعانة إلا به. نسأله أن يوفقنا إلى معرفة الطريق المستقيم الذي سار عليه عباده المهتدون. انظروا أحدهم هناك. إنه هناك، أسرعوا، الجنود قادمون، اختبئ بسرعة. إنهم يريدونني، اطمئنوا. لابد أن الوقت قد حان للجهر بالحق ولمواجهة الباطل. لنأخذه. ألا تستمع إلي؟ بل تستمع إلي أنت. إنني أبحث عنك منذ مدة، سر معي ولا تحاول الإفلات. هيا استمع إلي قبل أن تأخذه، وإلا اطمئنوا، سأعود بإذن الله. هيا بنا أيها القائد. جئت أخيرا، اخضع واعتذر لي عما صدر عنك. أنا لا أخضع إلا لله ربي وربك. بل ستخضع. ما يعلم الناس عن ربه. ربي الذي خلقني وهو يهدين، وهو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. أنا أيضا أطعم وأسقي، وأنا أعطيتك علمي وسحري. ما أنتم إلا بشر مثلنا، ستموتون وتبعثون يوم القيامة. هل تسخر مني؟ وهل تنكر أنت قوتي؟ وهل تنكر نعمة الله عليك؟ أنا الملك الوحيد حاكم البشر. أنا قالها قبلك كثيرون، فدمرهم الله، ولا يملك الكون والبشر إلا الله، وإذا جاء أجلك فلن تستطيع تقديمه أو تأخيره. من أنت حتى تكلمني بهذه الطريقة القذرة؟ من أنت؟ قل. لقد فقد عقله يا مولاي، وكلامه تكرار لكلام من سبقوا. قائد سرجون، خذوا هذا المجنون إلى قمة الجبل، فإن لم يتعقل ويرجع إلى صوابه فألقوه في الوادي السحيق. كيف لغلام في سنه أن يعرف كل هذا؟ هل اطلع على الكتب التي انتشرت أيام أبي لكننا أتلفناها؟ أعتقد يا مولاي لأنني أعرف الآن مصدر علمه. وأنا أعرف ما الذي تفكر به يا كرتون. إنه طلحة. هو طلحة، ولا أدري كيف نسيناه، وهو الرأس المدبر للفتنة يا مولاي. ماذا؟ طلحة؟ لكنه ترك المدينة قبل 20 عاما، هرب واختفى للأبد. فعلا تركها، ويبدو أنه لم يبتعد كثيرا، وأنا أستطيع معرفة مخبئه. أي أغلب ظني أنه يقيم في مكان بين المدينة وبيت وضاع. إنه نفس الغلام الذي دعانا إلى الله.
أيها الجنود إلى أين تأخذونا؟ لا تخف يا رجل، بعد قليل سوف يرتاح راحة أبدية. إذا بسرعة وأبلغ الرجال كي يقطعوا الطريق على هؤلاء الجنود. الحق هيا تقدم، إنني ناصح لكم. أرشد الناس للحق.
السلام عليكم. إذن أنت رأس الفتنة وأنت لست إلا عبدا عاجزا، وواجبك أن تخدم عباد الله. الملك عبد وخادم؟ نعم هذه حقيقة، فسيد القوم خادمه. ماذا؟ من الحاكم إذن؟ الملك أم الشعب؟ وكيف يكون بلد من غير شعب؟ إنك ظالم ومستبد وظلمك هذا يندم. الشعب ملك لمن يحكمه. إذن عليك أن تحكم صحاء خالية. نفذت القوانين؟ أي القوانين؟ أبطلت قوانين الله وأرغيتها. كفى كفى، وقد سئمت منك. لم أعد أحتمل سماع كلامك. أيها الزيار تعال واضرب عنق هذا الرجل. قفوا، ماذا تريدون؟ أريد مقابلة الملك جحدون. ادخل وحدك، هيا وابقوا أنتم هنا. بس لن تدخل دون إذن. والله ماذا فعلت بجنودي؟ أين هم؟ تكلم. جنودك تركتهم عند الجبل هناك. ما الذي تقصده؟ أرسل الله إليهم ريحا عاصفة ألقت بهم في الوادي السحيق. وكيف نجوت؟ قل. نجوت بقدرة الله، ونجاتي معجزة شهدها كثير من الناس، واقتنعوا بقدرة الله، وجئت إليكم لتقتنعوا بها. خرافة خرافة، مجرد صدفة، حظ أو سحر. يعجز الساحر أمام العاصفة حتى الساحر سوف نقطع رأسك كما قطعنا رأس طلحة وبريعون. لقد قضيت على جسديهما، أما روحهما فلا، وسوف ألتقي بهما في الجنة إن شاء الله. أيها السياف. عفوا مولاي، لقد أصبحت الغلام مكانة عند الناس، فإن قتلناه صاروا علينا لمعلم أننا أبعدناه عن المدينة، وليأخذوا الجنود إلى البحر ويربطوا رجليه بصخرة ويلقوه في الماء. مؤكد سيغرق. أين أنطلق؟ أيها القبطان اسحب المرساه. افتحوا الأشباح وارفعوا المرساه. يا نورا أشرق يا وطان، عقلك إيمانك خير سلاح. يا نورا أشرق يا وضاح، عقلك إيمانك خير سلاح. قم لا تيأس، قم لا تيأس، قم لا تيأس يا وضاح. فالنور سيسري، فالنور سيسري، فالنور سيسري، يسري بالأرواح. لو كنت مكانك لما ترددت. لن أكفر بالله بعد أن هداني إلى طريق الحق والصواب. نبه، ألا تحب الحياة؟ بلى، ولكني أحب الله أكثر، وهو لن يخذلني. من أدب سيقضي عليك. اللهم اكفنيهم بما شئت. اللهم صل على محمد.
كيف يجد غلامه ونقرب ناعم. بدأت فجأة وتوقفت فجأة. انظرا حطام السفينة فوق الماء، إنه غلام، لقد نجا. أهو الغلام الذي أبعده الملك؟ أعتقد ذلك، لنرى. هيا، إن كان هو فأنا من المؤمنين بالله. نعم إنه هو، لقد نجاو. بل الله من نجاني. الله أكبر، أين الجنود؟ لقد أغرقهم الله عز وجل. لنذهب إلى الملك. هيا بنا. هيا. أنت أمر مستحيل. ارتاح، لقد أهلك الله جنودك ولسوف تلحق بهم أيها الملك الظالم جهدون. ابتعد عني. لا لا، إنس أنت أم جن؟ سوف أقتلك هذه المرة بنفسي. أنت من الذي علمك هذا السحر؟ لن تتفوق علي أبدا، سترى ما سأفعل بك. شرابارا، وفر جهدك يا شيطون، لن تؤثر في ولن تقدر علي. السياف، فليأتي السياف. السياف لن يفيدكم بشيء. الحقه بصديقيه طلحة وبريرون. شلت اليد التي تقتل الصالحين. سيفي أقوى من سحرك. تحريك يديه. صدق يا جهدون، أبدا لا يمكنك أن تقتلني. أنت إلا ساحر تعمل على خداعي. أنا لست بساحر وأنت تعرف ذلك يا جهدون، وإن أردت قتلي فسوف أدلك على الطريقة. قتلك وهل ستموت؟ نعم أنا سوف أموت. ما تلك الطريقة؟ ابني منصة بساحة المدينة واجمع الناس وارمي سهمك نحوي وقل بسم الله رب هذا الغلام وسأموت. إن كنت تسخر مني فسوف أنتقم منك. كرتون، ما رأيك؟ فكرة جيدة. حين يرى الناس موته سوف يتراجعون عن الإيمان بالله يا مولاي. نعم، وبذلك سوف نتخلص منه. لا تفرح كثيرا لموتي، فالثمن سيكون غاليا. أي كابوس أنت يا عطاح؟ يستطيعوا أن يضروه بشيء. أريد معرفة المزيد عن الله. يا أيها الناس، الملك جحفون يعلن عن إعدام وضاح رميا بالنبال، وسينفذ ملكنا العقوبة بيديه.
لما اخترت هذه الطريقة؟ الجواب ستعرفه بعد موتي، ولكني أذكرك بشرطي. بسم الله يا ربي هذا الغلام. أختار خدعتني. بل أنت لم تتقيد بشرط، الناس لم يسمعوا صوتك. بسم الله ربي هذا الغلام. لقد أصبته. أشهد أن لا إله إلا الله. كل شيء بأمره، كل شيء بأمره، كل شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. صدق الله العظيم. سلاح يا نورا أشرق يا وضاح، عقلك إيمانك خير سلاح. قم لا تيأس، قم لا تيأس، قم لا تيأس يا وضاح. فالنور سيسري، فالنور سيسري، فالنور سيسري، يسري في الأرواح. يا نورا أشرق يا وضاح، عقلك إيمانك خير سلاح. يا نورا أشرق يا وضاح، عقلك إيمانك خير سلاح. قم لا تيأس، قم لا تيأس،
قم لا تيأس يا وضاح، فالنور سيسري فالنور سيسري فالنور سيسري فالنور سيسري فالنور سيسري يسري في الأرواح.